السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نكملوا مع تحضير البكالوريا 2020 لجميع الشباب. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، كذلك الضغط على زر الإعجاب ليصل الفيديو عدد كبير من الناس باستفادة أكثر وأكثر. كما المرة السابقة هضرنا على البريزنت كونتينوس، هذه المرة راح نحضروا الباست كونتينوس. قلنا لازم نركزوا بزاف على الأزمنة لأن نسحقوهم في الأيام الجاية، نحضروا على القواعد الريبورتد سبيتش ويش إلى آخره، يعني القواعد مركزين على الأزمنة، الأزمنة هما الأساس، يعني تعرف لي نتايا في الزمن هذا كيفاش تصرف الفعل في هذا الزمن، كيفاش تنفي في هذا الزمن، وكيفاش طرح السؤال في هذا الزمن، هذا واش نطلب منك لحد الآن. راح نهضرو على الـ Past Continuous، بعد ما هضرنا على الـ Present Continuous، هضرنا على الـ Past Simple، هضرنا على الـ Present Simple، هضرنا على الـ Future Simple، يوم جا وقت الـ Past Continuous Tense. راح نشوفو كيفاش نديرو لا فورم تاع Past Continuous، Forming Past Continuous Tense، كيفاش يجي؟ عندك Subject اللي هو الفاعل plus was ولا were plus being، يعني subject plus was or were plus being. okay was were مستقلة، شوف هو هي مرتبطة مع subject، يعني إذا كان subject I ولا he والشي والit ندير was، إذا كان عندك تشوف هنا إذا كان you we they ندير were. okay عندك أمثلة حنضرو هادو لازم تركزوا عليها، subject plus was، لاحظوا لي هذه direct was plus were or were plus being. okay was نكتبها هنا نعاودها was، هاي نفسها هذا يا جماعة هذه تحفظوها، هذا هو لا فورم تاع الباست كونتينوس. أمثلة I was studying. okay شوفوا I هو subject، was اللي هي be مصرفة في الباست، studying okay هي الverb study، زدنا له ing. okay Tom was working. okay يعني Tom was، لأنه Tom هو he، was working. okay was راهو بي مصرف في الباس، وركين هي نفسها، شوفوا نفس هذه يا جماعة القاعدة حفظوها فقط. The children were playing. okay the children were playing. okay شوف جماعة هضرنا the children لأنهم أطفال، سواء نستخدموا الجمع اللي هما they، were استخدمنا were، playing اللي هو الverb play. okay عفوا play plus ing. okay هذه هي، راح نشوفها من تحت. affirmative statements. okay كيفاش ندير كيفاش يجي affirmative statements، او بالاحرى كيفاش نصرفوا الفعل في هذا الزمن. واش دير؟ عندك subject وعندك past tense of being وعندك the base form of verb plus ing. عندك subject، subject I وال he والشي والit، وعندك ال we وال you وال they، هذو هضرنا عليهم طبعا من قبل. عندك يا جماعه past tense، past tense of be. okay past tense of be. عندك مع الاي والهي والشي والات جي was. okay لانه هذا يا جماعه subject، نعاود لك subject plus be plus verb plus ing، verb نزيد له ing. هنا يا جماعه شوفوا معايا البي هو اللي نصرفه في الباست، لانه احنا نقولوا past continuous، هذه تعبر على continuous، لكن هذا الشطر، هذا الشطر يعبر على الverb plus ing continuous. البي هو الباس، يعني البي نصرفوه في الباس، اللي هو الباس كيفاش نصرفوه، اللي تفرج فيديو سهل تو بي كيفاش نصرفوه في الباس هو سهل، مع الاي والهي والشي والات نصرفوه was، مع اليو وي والذاي نصرفوه were. اوكي عندك past tense of be، عندك مع الاي والهي والشي والات هي was، مع اليو وي ذاي هي were. عندك الـ base form of verb plus ing، يعني الـ verb plus ing. عندك working عادي، يعني الـ verb هو work زد له ing، هذا مكان. هذه هي الـ affirmative statements، مع الـ you we شوفوا مع الـ I والـ he والـ she والـ it هي was، نصرفوا الـ be، يعني الضرر يكون هنا فقط، يعني تحفظ لي هذا الـ I والـ he والـ she والـ it يجي معهم was، مع الـ you we they يجي معهم were. عندك زيدوا لهم الـ verb plus ing، يعني هذا الـ verb هو الـ work، working زدنا له الverb هو work زدنا له ing اللي هو working. اوكي نديرو الان كيفاش نديرو negative statements، يعني كيفاش ننفيو هذا الفعل في هذا الزمن. اوكي عندك هذه قاعده تحفظوها، subject اللي هو الفاعل،
عندك past past tense of be. شوف هي نفسها تاع affirmative statement، لكن زيدوا not لانه راح نقولوا احنا النفي negative يعني not. اوكي plus base form of verb ing، هذا ما كان يعني تحفظوا هذه تقدروا تجيبوا هذه. زي كيقول لك negative معناها not، زيدوا not direct معها مثال يعني زيدوا not مورا past tense of be يعني be صرفوه في past tense. مثال عليك I he she it was not. شوف was not هاي not، شفتوا كيفاش النفي يجي يجي مورا الفعل to be اللي مصرف في الباست. اوكي was not هذا ما كان يعني زيدوا النص ديريكت هنا، هنا زيدوا ها عندك هنا في حالة عادية زيد هنا كيفاش دير النفي زيد not هنا، راك فاهم؟ هذا هو النفي. نفس الحكاية مع you we they او مع الوير بالاحرى زيدوا النص ديريكت. اوكي ثماش حاجة you were we you they were not ولا weren't ولا wasn't working عادي، وتكملوا الفعل وتكملوا تصريف الفعل عادي في هذا الزمن. هذه هي النيجاتيف ستيتمنت. عندك هذه هي الافيرماتيف، النيجاتيف زيدوا هنا ديريكت هنا في بلاس بعد الواز ولا وير زيد not. اوكي هذا هو النفي. نروح الان بقى نشوفوا كيفاش نديروا سؤال في اللغه الانجليزيه في الباست كونتينوس تنس. اوكي عندك هي يس اور نو كويشنز. اوكي عندك يا جماعه هنا ركزوا معايا هنا يس اور نو كويشنز. عندك واش ديروا باست تنس اوف بي يعني كيفاش ديروا هذا. عندك باست تنس اوف بي اللي هو واز ولا وير على حساب subject، وأكيد لازم دائما تشوفوا subject إذا كان I he she it we you they، إذا كان I he she it ندير was، إذا كان you we they ندير were. عندك plus subject اللي هي I he she it we you they مع plus base of verb plus ing يعني نزيدو plus question mark. أوكي working عادي. شوفوا معنا نعاود نفهمكم أكثر وأكثر. شوف كي دير الكويشن هنا في الباست كونتينوس واش ديروا جيبوا هذاك، احنا نعرفوا بلي الافيرماتيف فورم هي سبجكت اللي هو نرمزو اس بلس بي. اوكي عفوا هنا شوفوا معايا عندكم سبجكت بلس عفوا دقيقه فقط شوفوا معايا واش نطلعوا هنا باش جينا اسباس كبير. عرفوا احنا الافيرماتيف هي سبجكت بلس B اللي هو B هذا هنا verb to be اللي هو was ولا were هذه في past simple تصريف تاع B was plus fun plus verb plus ing. اوكي كيفاش نديرو النفي؟ النفي اللي هضرنا عليه قبيلة جماعة هو subject نفس الحكاية plus هذا البي اللي هو was ولا were سا ديبون يعني يتعلق بال subject. اوكي were plus not هذا ما قلنا لازم هكذا باش نديرو نيجاتيف plus verb plus ing هادو هما لازم تحفظهم يا جماعة ساهلين بالبزاف غير ما تقلقوش روحكم. كي نديرو كويشن او باش نطرحو سؤال في الباست كونتينوس واش دير هادي برك تعكسهاش الاولى هادي شوفو فيها هادي الاولى هادي واش ديرولها تحكم بي اللي تردو هنا هو الاول بي اللي هي اللي هو واز ولا وير. اوكي واز ولا وير اوكي على حساب السبجكت وتزيدو هنا plus subject يعني تعكسو فقط البي تعكسها مع subject تزيدو subject plus verb plus ing وما تنساوش بلي بانه راهو سؤال نزيدو question mark اي علامة استفهام. هذا ما كان فهمتوا يا جماعة هذا هو هادو هما اللي تحفظوهم هادو هما ملخص تاع الدرس اليوم. عندك كي نديرو الافيرماتيف فورم ديرو subject plus be اللي هو was ولا were يتعلق بالsubject plus being مع as كيفاش نديرو النفي نديرو subject plus be اللي هو was ولا were plus not plus being
عندك كيفاش نديرو نطرحو السؤال نعكسو نعكسو هذيك لافيرماتيف ديال الدو بي هي الاولى اللي هي واز لا وير بلس سابجكت بلس فيرب بلس اي ان جي بلس كويشن مارك. هذه هي نكملو جماعه مع يس مع كويشنز. عندكم مع المثال كي تشوفو ها بي اللي هو واز I working. Was I working? Dear question mark. شفتوا جماعة. Was he working? Dear question mark. Was she working? Dear question mark. Was it working? Yeah. Were we working? Okay. Were you working? Okay. زيدو question mark. Yeah. حكي ما قصدكم. قانوني مفهوم. هنا كيفاش نجاوبوا على question أو بالأحرى short answers affirmative. يعني كيفاش for example هو واحد طلع عليك هذا السؤال. انت كيفاش تجاوبوا كاين شورت انسرز وكاينه افيرماتيف تقدر ديرها بطريقه غادي ماشي منفيه وطريقه منفيه. مثلا تيقول لك واز اي وركين ولا واز هي وركين واش ديرو يس هي واز يعني تاكد له هكذا واش دير هذا هو شورت افيرماتيف اوكي انسرز. عندك شورت انسرز نيجاتيف فور اكزامبل قال لك واز هي وركين واش تقول له مثلا ما خدمش نو هي wasn't يعني ديرو هي wasn't هذا بك وتكملوا مع جميع الضمائر نفس الحكايه. وفي الاخير لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكم جديد وكذلك الضغط على زر الاعجاب ليصل فيديوهات كبيره من الناس استفادوا اكثر واكثر.